السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا نلعب ريزنت ايفل 7 وخزننا، بس ما سجلت التخزين لأنه شيء مش مهم. الشيء المهم الحين ما فتحت الصندوق، لو فتحته ممكن يكون أفضل. حلو، بس أربع طرقات بعد. حلو، واو، بس إيش يقولون كنز هنا. المنشطات أبغي ذا القاذف، لكن للأسف العقرب. المهم تكون تحت تكتمل. لو ما اخذ اللفة كلها ولفيت هنا كان افضل. لحظة لحظة، اهرب اهرب يا الغبي.
يلا مت الفاضي رمضكم زين شكله خلف متاهة ما راح اطلع منها. عرفت ايش ايش راح أنا أطلع فوق لحظة نأخذ الذخيرة ليش مفروض تفتح؟ تستفيد منك انت حلو يعني هاي للأبد منشطات نحطها مع الحبوب ذيك اللي عندنا هناك هاي في شيء هنا عطينا عب المثلث هذا يكتب ويطالعنا نروح هنا You're part of the family now. عنده هاي كل مرة يجي Thank you.
الحيوان مو براضي يتركني بروح. مو براضي. مين هذا؟ ما خلوا حد ما ذبحوه. حيوان قاعد مع جدته وامه هناك. الله ياخذك. You know what they say, once family, always family. الحيوان قاعد عند الباب. خلني افتح مرة ثانية اشوفه وينه. حتى الحيوان هنا مش موجود. شو يقول ايثان هذا؟ اكتوبر 2 اكتوبر يقول المراسلون ان هناك عاصفة قادمة. لقد واجهت العديد من المشاكل في التنظيف بعد اخر عاصفة هبت منذ اعوام. واعتقد ان الوقت قد حان لتقوية النوافذ وتعزيز السقف. قد اطلب مساعدة لوكاس. 9 اكتوبر نقص منسوب المياه اخيرا ننزل بخير، لكن المنزل قد يتعرض للتلف بصورة خطيرة. لا زال لوكاس يتحدث عن سفينة ضخمة قاست على الشاطئ، وإذا صح هذا الادعاءات فمن الأفضل أن أبلغ الأبرشية. سأذهب لألقي نظرة في الغد. شنو الأبرشية؟ شو الزبالة؟ هذا شيء. Here I come. العقرب هناك. لا هاي بس سكر الخشب. ليس لديك مساحة كافية. Piggy. عزيزتي السيدة
بيكر كيف كان حالك مؤخرا؟ You can't hide from me, boy. الحيوان قاعد عند الباب. Don't worry, I'm still here. Miss me? He won't be long before I find you and kill you. Shut up your mouth, idiot. نحط الراس الكلب او الذئب. اوه ثلاث روس. نحط الأشياء اللي منبيها الصندوق. نوقف شوية. صار لي وأنا أسجل 18 دقيقة. بنوقف هنا.